دينا هنروح مع حضراتكم لسالي سالم موجوده في المنطقه الزرقاء هنا في كوب 27 تاخد حضراتكم في جوله فالى هناك. صباح الخير عليك يا سالم. نعم صباح الخير عليك يا هدير وعليك شاذلي وعلى مشاهدينا من كل مكان. بالفعل احنا موجودين في المنطقة الزرقاء ولكن بعيدا عن الشق الرئاسي والفعاليات الرئاسية الرسمية، نحن نتواجد في احدى القاعات وهي قاعة سي، هذه القاعات المنتشرة في المنطقة الزرقاء واللي فيها عدد كبير من الأجنحة الخاصة بالدول والوزارات المختلفة، الجناح المصري، الجناح الياباني وغيرها من الأجنحة اللي كل دولة بتحاول تستعرض فيها كافة الإنجازات اللي قامت بيها في إطار التغيرات المناخية، في إطار التحضر للأخضر وغيرها. خلينا نبدأ جولتنا النهاردة بالجناح الياباني اللي بيستعد دلوقتي لبدء إحدى الفعاليات والمحادثات الخاصة بالتغيرات المناخية. هذه المحادثات التي تتم بين جهات حكومية، تتم بين بعض المهتمين بالتغيرات المناخية، بعض المنظمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وبجانب هذا الجناح الياباني يتواجد جناح جنوب إفريقيا والتي تستعرض فيه دول جنوب إفريقيا ما يتعلق بالتغيرات المناخية. وكما تشاهدون هذا الزخم الذي يحدث داخل هذا الجناح، عدد من الفعاليات التي تقام على مدار اليوم بالتزامن مع الفعاليات التي تتم في الأجنحة الرئيسية وأجنحة الدول العربية وغيرها. جناح جنوب أفريقيا وأجنحة الدول الإفريقية يعني تشهد زخما كبيرا في هذا الصدد في هذا المؤتمر وهذه الفعاليات. لدينا أيضا جناح أندونيسيا والذي أيضا تشهد هذا الجناح عدد من الفعاليات المقامة هنا، بعض الفعاليات المتعلقة بالتغيرات المناخية، كيفية توقيع عدد من البروتوكولات وغيرها. يمكن هذه الأجنحة على مدار اليوم بتشهد فعاليات كثيرة، منها أجنحة أيضا الجامعات، منها أجنحة للمنظمات المتعلقة بالمناخ، كثير داخل هذه القاعات. يمكن الفعاليات لا تقتصر فقط على الأجنحة الخاصة بالدول الإفريقية، لدينا أيضا المملكة المتحدة، لدينا أسبانيا، لدينا أجنحة للكونغو، لدينا للإمارات العربية المتحدة. ونشاهد الآن ما يتعلق بجناح دولة الكونغو وتستعرض من خلال بعض التصميمات الخاصة بهذا الجناح أهمية وجود المناطق الخضراء والمسارات الخضراء. يمكن بدأ المشاركون داخل هذه الأجنحة في التواجد، بعض الأجنحة بدأت الفعاليات بالفعل والبعض الآخر يستعد لبدء هذه الفعاليات. ونتابع معكم على مدار اليوم سواء هنا في هذه القاعة أو في القاعات الرئيسية على المستوى الحكومي. والكلمة تعود إليكم مرة أخرى.